ماذا ستقدمون من خلال البرنامج بالنسبة لجانب التوظيف؟ لدينا اليوم حوالي 400 وظيفة شاقة. إضافة إلى 560 وظيفة من الآن حتى نهاية السنة. أي شاب سعودي يتابع الآن، هل بإمكانه أن يلتحق بواحدة من الفرص الوظيفية الموجودة؟ موضوع الوظائف عندنا موجود. أنا مستعد أن أقبل كل سنة بحدود 200 إلى 250 شاب سعودي وشابة سعودية. عارفين مشاهدينا وش السر وراء تلك الطاقات؟ هو شيء واحد بس، لو كان أي واحد منا أعطى الشباب هذولا أكيد ما هنجد بطالة في البلد من الله، وأكيد هنتجاوز ثقافة العيب والإيمان بالطاقات. هذا البرنامج برعاية بن سمار للتجارة والمقاولات.